السلام عليكم اجزاء ريزنت ايفل كثيره، وحبينا نسوي لكم توب 10 اجزاء ريزنت ايفل، ولكن التصويت كان منكم انتم يا المشاهدين. سوينا تغريده وقلنا لكم اذكروا لنا افضل 10 العاب لسلسله ريزنت ايفل، وهذه اول مره المشاهد يشارك في التصويت، وان شاء الله بنسوي لكم من فتره لفتره. وخلينا نبدا. في المركز العاشر عندنا لعبه ريزنت ايفل 6، والمميز في هذا الجزء ان يمديك تلعب سبع شخصيات وباربع قصص مختلفه، ولكل قصة في أعداء مختلفين وأيضا أسلحة مختلفة. بس ولكن للأسف هذا الجزء يفتقد الرعب، ما فيه أي عنصر من الرعب، وصارت اللعبة أكشن بزيادة. وهذا الجزء يعتبر أكثر جزء أكشن فيه، حتى يمديك تتضارب مع الزومبي بيدك لو تبغى، يعني زار الزومبي ماله هيبة للأسف الشديد في هذا الجزء. في المركز التاسع عندنا لعبة Resident Evil Zero، وتدور أحداث القصة قبل Resident Evil 1، عشان كذا سموها Resident Evil Zero. والجميل في الجزء هذا ان يمديك تتحكم في نفس الوقت بشخصيتين اللي هم ريبيكا وبيلي، والجميل في الامر انه في بعض الالغاز ما يمديك تحلها الا لما تتحكم بالشخصيتين. وايضا لا ننسى انه هذا الجزء اول جزء يكون ما فيه الصندوق، ومن غير الصندوق صعب انك تلعب احد اجزاء ريزنت ايفل زي كذا. بس ولكن في هذا الجزء يمديك ترمي الاغراض على الارض وتشيلها بعدين. في المركز الثامن عندنا لعبة Resident Evil 5، وهذا الجزء أكثر جزء باع في السلسلة. وأحلى شيء في اللعبة إن يمديك تلعبها مع صاحبك، سواء إنك كنت في البيت أو عن طريق الأونلاين. بس أنصحك إنك ما تلعب مع الكمبيوتر، لأنه دلخ وحيوديك في 60 داهية. واحد الأشياء الحلوة في الجزء هذا تنوع الأسلحة الكثيرة وأيضا البيئات المختلفة. في المركز السابع عندنا لعبة Resident Evil Remake، وهو ريميك للجزء الأول من سلسلة Resident Evil، ويعتبر أحد أفضل الريميكس في تاريخ الألعاب. ولكن مو بس انهم سووا ريميك وانهم غيروا الجرافيكس وخلوه جرافيكس احسن، بالعكس اضافوا اشياء كثيره في هذا الجزء. اول شيء القصه 70% من الجزء الاول، ولكن اضافوا 30% اللي هو قصه ليسا، وايضا اضافوا اماكن ثانيه في القصر. وكمان من اجمل الاشياء اللي اضافوه اللي هم الزومبي، اذا قتلتهم لازم تحرقهم، واذا ما حرقتهم راح تواجه كابوس. وايضا كمان غيروا اماكن المفاتيح والاسلحه، وبعض الالغاز غيروها عشان يخلوك تعيش تجربه جديده. وعندنا في المركز السادس لعبه Resident Evil 7، والجزء ذا عاد مرة ثانية إلى الرعب الحقيقي حق Resident Evil اللي كنا معتادين عليه. وبصراحة أشوف إنه Resident Evil 7 حتى الآن أكثر لعبة أتقنت الـ VR، واللعب بالـ VR يخلي الرعب زيادة. ولكن العجيب في هذا الجزء إنك ما تلعب شخصية لها صلة بشخصيات Resident Evil اللي إحنا نعرفها. وكمان من الصعب إنك تلقى رصاص، ما عاد تلقى رصاص في كل مكان مثل الأجزاء الثلاثة السابقة، وهذا اللي يخليها رعبة زيادة. وفي المركز الخامس عندنا أول جزء من سلسلة Resident Evil اللي هو Resident Evil 1، وهنا بداية السلسلة، وهنا كمان بداية الرعب. وأيضا في هذا الجزء تعرفنا على أول زومبي، وكانت تعتبر متاهة بالنسبة لنا في بداياتنا، لأن ما كنا نعرف وش أسلوب اللعب. كنا محبوسين وسط قصر وتجلس تلفلف فيه تلفلف فيه، تدور مفاتيح وتقابل زومبي في كل مكان، وكانت بصراحة تجربة جدا جدا رائعة. من قوة ما كنت ضايع في الجزء هذا ما كنت أعرف البخاخ ايش يسوي، لأن واحد من الشباب ضحك علي وقال لي البخاخ هذا تبخ على الزومبي، جلست احاول لين ما ضيعت نص وقتي وانا ما استفدت ولا شيء. في المركز الرابع عندنا لعبه Resident Evil Code Veronica. الجزء هذا كان المفروض يكون الجزء الثالث لسلسله Resident Evil، ولكن اجلوها ونزلوا بدالها Resident Evil 3 خلال التاجيل. فهذا الجزء تلعب شخصيه كلير اللي من الجزء الثاني. من الاشياء اللي حسنوها في الجزء هذا حسنوا زاويه التصوير. كمان من الاشياء الرهيبه انه كان يمديك تشيل رشاشين في يدك، وكالمعتاد دائما في اي جزء Resident Evil لازم يجيك عدو بثر، وتعرف الجزء هذا البثر فيه الابيات طويله، كان جدا جدا غثيث وكان جدا متعبني. وعندنا في المركز الثالث Resident Evil 2، واللعبه كانت تجي CD-هين، CD الاول كانت قصه ليون، والCD الثاني كانت قصه كلير. من الاشياء الجميله اللي في اللعبه انها كانت لها اربع تختيمات، تختيمتين لليون وتختيمتين لكلير. وعلى سيرة البثارة في بعض الأعداء في أجزاء Resident Evil، فهذا الجزء كان فيه مستر إكس، وكان بثر بمعنى الكلمة، كان كل شوي ينقز عليك في مكان، كان جدا مزعج. في المركز الثاني عندنا لعبة Resident Evil 4، وأنا كنت متوقع إنها بتاخذ المركز الأول، ولكن تصويت الجمهور هذه الحلقة. وهنا في هذا الجزء Resident Evil 4 غيروا نظام التصوير، وخلوا نظام التصوير اللي هو فوق الكتف، وهي أول لعبة تسوي نظام التصوير من فوق الكتف.
ولكن اول ما بديت لعبه ريزيدنت ايفل 4 قلت لنفسي هذه ما هي لعبه ريزيدنت ايفل، في اشياء كثيره متغيره في اللعبه، صار عندي قنابل وصار عندي رشاشات وصار تمديني ارفس الزومبي ومديني ابكسهم واسوي حركات كثيره، بس ما اقتنعت ان ريزيدنت ايفل الا لما وصلت عند السيف ولقيت الاله الكاتبه الكبيره ذيك القديمه حقتهم المتعودين عليها. بعدين وقتها قلت اوكي هذه هي لعبه ريزيدنت ايفل. اللعبه جدا ممتعه وفيها كميه اسلحه متنوعه وكثيره، وكمان كل شويه تواجه اعداء جدد، وكل ما تتقدم كل ما تروح منطقة جديدة. أكثر شخصية كنت أحبها في الجزء هذا اللي هو البياع، كل ما أشوفه انبسط بس أحد يروح أكلم يفك الجاكيت حقه ويورينا الأسلحة، وأجمل شيء لما يجيك سلاح جديد عنده. وفي المركز الأول عندنا لعبة Resident Evil 3، وبصراحة الجزء هذا ما اختلف كثير عن الجزء الثاني، بس ولكن بصراحة كانت ممتعة اللعبة. من الأشياء الرهيبة اللي كانت في اللعبة اللي هو الباودر اللي تجمعه مع بعض وتدمجه عشان يطلع لك رصاص، وأيضا يمكن كلنا نتفق أنه من أكثر الأشياء اللي حببتنا في اللعبة اللي هو النمسيس، ظهوره دائما خطير ودائما ينقز لك يا من الشباك يجيك من فوق العمارة يغلص عليك دائما، ويمكن هذا أكبر بثر في سلسلة Resident Evil كبرى كلها، يطيح لك الهليكوبتر يعدم لك الدنيا وبس يجيك غثيث وبس يقول لك ستار 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 سيغثك. وكمان من الأشياء الحلوة إنه كل ما تقابل النمسيس يعطيك خيارين، وبعض الأوقات تتأثر في مسار القصة. وكمان إذا لعبت اللعبة على الهارد كل ما تقابل النمسيس تقتله يطيح لك حاجة، غالبا تكون قطع أسلحة وتركبها مع بعض ويطلع لك سلاح جديد. وكذا نوصل لنهاية المقطع، إن شاء الله عجبكم التوب 10، وإذا عجبك لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وإن شاء الله في المستقبل بنسوي لكم توب 10 ونخلي التصويت بناء على الجمهور. يعطيكم العافية على المتابعة، وكان معاكم عمران الحازمي، نشوفكم على ألف خير ومع السلامة.